كده نقول التركيبه والتوليفه والكلام دوت. في منتخبات ما بتستغلش المباريات الوديه، وفي مباريات وديه ما بتبقاش انت المنافس اللي انت لعبته مين في المباريات الوديه، ممكن تكون لاعب فرقه قويه جدا لكن هي ما بتستعدش لحاجه زي ما انت بتستعد. وممكن تبقى المباريات الوديه خادعه عليك بشكل مميز. هيثم كان ليه معانا كلام قبل كده ورشح المنتخب الجزائري بدري جدا، وقال المنتخب الجزائري من المنتخبات اللي ظهر بشكل كويس جدا وبشكل رائع. على المقابل الاخر والجانب الاخر لقينا ان المنتخب التونسي على ارض الواقع يا كابتن خالد ما اداناش اللي احنا عايزه، ما ظهرش بالشكل المطلوب. بس ممكن يبقى مباراه، لكن لما المباراه الثانيه يظهر بنفس الشكل يبقى في مشكله في المنتخب التونسي. مشكله المنتخب التونسي تتمثل في الاعلام التونسي. فين حمدي النقاز؟ فين علي معلول؟ كويس يعني دول كان عندهم حلول. ما حكيناش على اسكو. احنا التو احنا التو دخلنا في الكوب ده افريقيا معناها نحكيه. وفين ما حكيناش على فرجاني الاساسي؟ فرجاني موجود لكن فرجاني مازال ما رجعش. دخلت معاك وليد فرجاني، لكن حمدي النقاز وعلي معلول. حمدي النقاز وعلي معلول هذول افضل زوز ظاهرين في البطوله المصريه بالضبط، ويلعبوا في امم افريقيا. ومعناتها يلعبوا، ان كان حمدي يلعب مع الزمالك ولا علي يلعب، معناتها يلعبوا في رابطه الابطال ويلعبوا في كاس الكونفدراليه ويلعبوا في الطقس نتاع مصر. مدير الفني ويلعبوا في طقس مصر ويلعبوا في الحراره نتاع مصر، ويعرفوا الملاعب ويعرفوا الاجواء هذيا جيد. شوف تكلمنا على المدرب الجزائري، المدرب الجزائري مخلي ياسين الابراهيمي على البنك، مخلي عديد النجوم اللي يلعبوا في اوروبا، وملعب يوسف البلايلي اللي هو مع ترجي هذا التونسي لانه يعرف الاجواء هذه ويعرف الاجواء الملاعب الافريقيه ويعرف اللاعبيه الافريقيه اللي قاعد يلعب معهم في امم افريقيا. وشفنا يوسف البلايلي شجع الجماهير ان هي تيجي، يعني شفنا جماهير في السويس بتشجع فرجاني ساسي وتونس بطريقه كبيره جدا. تصور كان عندك النجاز وعلي معلول السويس كانوا حاضرين، تشوف السويس كانت معاك. لا هيجيب لك جمهور اهلي وزمان. صح تخيل، وكان شاك عليه واحد. خسر علي معلول في احسن مستوى بالنسبه له، خسر طرف هجومي في احسن مستوى بالنسبه له.